السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على التمثيل الرقمي للأحرف باستخدام جدول أسكي الصف الأول الثانوي. يلا بينا. يعني إيه؟ هنتعرف على مجموعة من المصطلحات، إيه هو رمز الحرف، إيه هو نظام الأحرف، الكود الأسكي، وبعدين نشوف الجدول بتاع أسكي نشتغل عليه إزاي. هنا إيه رمز الحرف؟ كل ده عبارة عن قيمة رقمية فريدة بيتم تعيينها لكل رمز أو كل حرف. يعني ايه؟ يعني حرف الايه ده مثلا، حرف الايه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى مثلا صفر صفر مش عارف ايه، كلام من ده، تمام؟ يبقى دي رقم فريد من نوعه علشان الكمبيوتر يقدر يتعامل معاه. يبقى انت لما تيجي تكتب حرف ايه كابيتال او تكتب ايه سمول، تمام؟ هيفرق. اه طبعا له رمز فريد من نوعه. طيب حرف الايه ده محطوط عليه حرف الشين كمان، طب هو يعرف ده ولا ده ازاي؟ اه عن طريق اللي هو اللي احنا بنقول عليها اللي هو الايه؟ القيمه او رمز الحرف بتاع الايه؟ الكاركتر. ايه هو نظام رموز الاحرف؟ الكاركتر كود سيستم. ده بيلخص المراسلات بين الاحرف والرموز الخاصه به عشان يقدر يتعامل معاها جهاز الكمبيوتر عن طريق الصفر والواحد اللي احنا بنسميه الباينري او النظام الايه الثنائي. طيب عندي كود الاسكي. كود الاسكي زي ما هنشوفه دلوقتي في الجدول بتاعي. طبعا الكود ده عباره عن الكود للاحرف الابجديه اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي، الرموز والاحرف والارقام كل حاجه، تمام؟ هنشوفه دلوقتي ازاي. انكود اللي هو المعيار رمز الحرف اللي هو هيوحد الحروف. انت دلوقتي بتقول ان في ناس بتكتب عربي وفي ناس بتكتب انجليزي وفي ناس بتكتب الماني وفي وفي وفي. طيب انا هقدر اكتب دي من خلال ايه؟ الكمبيوتر لما تضغط على الزرار هيجيب ايه؟ اه وبالتالي هنا الزرار، كل زر عندي من الزراير ده متخزن عليه عدد البايتات، 8 بايت بتوعي اللي هو الصفر واحد والصفر واحد والكلام ده كله 8 بت. فهنا بيبدا ان هو يعمل الرمز بتاعه ويكون لي الرمز زي ما هنشوفه دلوقتي الرموز، تمام كده؟ يبقى هيكون لي الرمز. يبقى هنا عشان اختلاف اللغات بتاعتي والرموز، فهنا في عندي طبعا اللي هو النظام اليو تي اف 8 واليو تي اف 16. طب هنا بقى ايه؟ عاوز يوحد اللغات، عاوز يقدر الكمبيوتر لما تضغط على الزرار. انت لو شلت زرار حرف التاء او الجي مثلا مكانه وحطيت مكانه الاس، هل لما تضغط على الجي تاني هيضغط اس ولا هيكتب جي؟ هو نفس الحرف، تمام؟ لان هو متخزن عليه متبرمج هنا بالاسك. دكتور هنشوف الحكايه دي بتتم ازاي. انكودنج اللي هو تمثيل الايه؟ السلسله الحرفيه بتاعت او الشكل بتاعت بمجموعه من الرموز اللي هو عباره عن عمليه التشفير، عكسها اللي هو ايه؟ ديكودنج اللي هو عمليه فك الايه؟ الترميز او فك التشفير. كاركتر كروبشن اللي هو عباره عن ظاهره بتاعت بسبب ايه؟ اه طرق الترميز. انت عارف انت لما تيجي تبقى عامل ملف كده والكلام مظبوط وكل حاجه، تيجي تفتح الملف تلاقي الكلام مش في اي حاجه باينه، تلاقيه متشفر كده زي ما احنا بنقول، مش مفهوم منه حاجه. ده بسبب ايه؟ اه هنا اللي هي الايه؟ الغير تطابق او اللي هي النظام التشفير بتاعي كنت عامله يو تي اف 8 بقى 16 او ايا كان، اه وبالتالي بينجري بشكل خاطئ، تمام كده؟ طيب لما نيجي نتكلم على جدول الاسكي. جدول الاسكي زي ما هو موجود في الصوره كده قدام حضراتكم، هنا بتكون من جزئين، إيه؟ بتكون من الاعمده والصفوف. اعمده اهيت والصفوف، تمام كده؟ وهنا مكتوب عندي نظامين، عندي الباينري النظام الثنائي والهكسا ديسمال السادس عشر، وهنا نفس الحكايه الباينري والهكسا ديسمال السادس عشر. طيب انا لما باجي اشوف بقى الكمبيوتر بيكتب او بيفهم الرمز اللي انا ضغط عليه، سواء كان رمز سواء كان حرف سواء كان رقم ايا كان، بيعمله ازاي او بيكتبه ازاي؟ قال لي والله بص ببساطه شديده مثلا حرف زي حرف الايه؟ التي كابيتال دي. هي تفرق تي كابيتال من تي سمول؟ اه طبعا هتلاقي في التي كابيتال له رمز والتي سمول له ايه؟ رمز ثاني خالص. طيب تعالى هنا على التي كابيتال مثلا هنعملها ازاي؟ لو انا عاوز اجراها ازاي؟ قال لي هنا الجدول ده معمول عباره عن اربعه بت مالهم اكثر اهميه اللي احنا بنسميها الايه؟ الموست سيجنيفيكانت 4 باي. موست سيجنيفيكانت 4 باي ده اللي هو الايه؟ اكثر اهميه. وهنا الليست اه اللي هو الاقل اهميه، فاحنا بنجرى الاكثر اهميه الاول. بنجرى الاكثر اهميه الاول، بنجرى العمود. طيب يبقى هنجرى العمود ونحطه في الشمال، هنا التي بكام؟ ب 0 1 0 1. ده النظام الثنائي اللي هو عباره عن في النظام الهكسا ب 5. تمام؟ طيب وقدامها هنا ها 0 100، تمام؟ اللي هي قصادها في الهكسا
يبقى إذن الرمز تي ده أو الحرف تي آسف عبارة عن إيه؟ عبارة عن ده بالنظام الثنائي، ده بالنظام السادس عشر. وبنبدأ إن هو نكون بقى الحروف الكلمات دي من بعضيها زي ما أنت عاوز، مفيش أي مشكلة. واضحة الحتة الصغيرة كده؟ يبقى الأول بنشوف العمود الأربع بتات بتوعي الفور بايتس، وهنا بنشوف بعد كده الإيه الصف، تمام؟ التقاطع بتاعهم اللي هو الحرف اللي أنت عاوز تكتبه. يبقى هنا الموست سيجنيفيكانت اللي هي عبارة عن الحروف الأهمية أو الأكثر أهمية، البتات الأكثر أهمية، والليست اللي هي الأقل إيه أهمية. ببدأ من الأكبر أهمية أو الأعلى في الأهمية الأول وبكتبه على الشمال، وبعدين اروح واخد الاقل اهميه واروح حاطه هنا، سواء كنت بتكلم على الباينري او الهكساديسمال ايا كان فيهم مفيش اي مشكله خالص. تمام كده؟ يبقى دي الطريقه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب هنا يعني ايه اصلا اسكي؟ يعني ايه اسكي؟ اسكي دي يعني اسكي دي اختصار للي هي ايه؟ الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن ان ايه؟ انترشينج. يبقى هنا ايه ده؟ عباره عن الكود القياسي الامريكي لتبادل المعلومات. طبعا طب انعمل ليه الكلام ده كله؟ قال ده انعمل علشان الكمبيوتر بيفهم الحروف والارقام واللي احنا بنكتبه ده كله بشكل ايه؟ صفر وواحد. تمام؟ اللي هو النظام الثنائي الباينري. فهو انعمل عشان انت تفهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي. فكره الجدول بتاع الاسك ده ان كل رمز او حرف في الكيبورد له كود. زي ما احنا شفنا كده اهوت، اي رمز او حرف له كود. سواء كنا بنتكلم على باينري او هيكسا، او طبعا انت ممكن ايه ان انت تعمل التحويلات زي ما احنا شفنا الايه طرق التحويل. يبقى هنا كل رمز او حرف في الكيبورد له ايه كود، سواء 10 ثنائي 16 زي ما انت عاوز. الكمبيوتر بيخزن الحرف ده على شكل ايه في الاخر؟ على شكل 0 وال1، لان الكمبيوتر اصلا ما يفهمش الا الايه الزير وال1، ما يفهمش غير كده جهاز الكمبيوتر. هنا مكونات الجدول بتاع الاسكي طبعا بيتكون من الرموز والرموز الخاصه والارقام والحروف الكبيره والحروف الصغيره والرموز الاخرى. المقصود ايه؟ ان هنا من عندي رموز التحكم بتاعتي اللي هي زي التاب والكنترول والديليت والباك سبيس والكلام ده كله تاخد من 0 ل 31. الرموز الخاصه اللي هي العلامات ديت بتاخد من كده. طبعا ديت ممكن احنا نحط الايه الجدول نفسه بتاع الاسكي ونقرا الايه كل واحد برقم عشان لو حد حابب ان هو يحفظه، بس احنا مش بنحفظه. طيب ندخل بعد كده على حاجه في غايه الاهميه اللي هو الاجزاء العمليه. انا مثلا زي المثال اللي عندي في الكتاب بتاع كلمه هلو، انا عاوز الاتش، تمام كده؟ يبقى احنا زي ما قلنا هنبدا ايه؟ الاكثر اهميه الاول اللي هو العمود، يبقى هاجي على الزيرو 100، تمام؟ وبعدين اجي على الصف الاقل اهميه اللي هو الاول واحد ثلاث صفار 0001، تمام كده؟ يبقى ده انا كده ده اللي هو الايه؟ الرمز الثنائي. طب لو عاوز اجيب بالهكسا هيبقى ده اربعه وقصاد الاربعه ايه؟ 8. يبقى ده اللي هو الايه النظام السادس عشر ل 16. يبقى انا بعمل البتات البت من فوق اللي هو الاكثر اهميه اهو كده، وبعدين اخد معاه التقاطع بتاعه كده يكون لي الايه الحرف بتاعه، وامشي نفس الايه الحروف بتاعتي زي ما انا عاوز. هنا طبعا فوق الباينري، هنا تحت الهكسا، هنا الباينري، هنا الهكسا، مفيش اي مشكله خالص. لو مثلا انا عاوز اعمل هنا امين، هعمل امين ازاي؟ هنشوف بقى. انت عاوز تعملها مثلا سمول ولا عاوز تعملها كابيتال زي ما انت عاوز. لو عاوز اعملها مثلا مرات سمول بلاش كابيتال، ادي الكابيتال اهيت، لا خلينا في سمول، ادي سمول اهي، تمام؟ يبقى انا عرفت الرمز بتاعي اهوت او الحرف بتاعي. هنا مكتوب الاكثر اهميه اهوت، يبقى هيبقى 0 1 1 0، دي حرف الاي، وبعدين ما يقابلها اهوت الباينري 0 0 1، تمام؟ يبقى دي ايه. طب عاوز حرف الاي الام اللي بعديه، تمام؟ هجيب حرف الام اللي بعديه، هقول حرف الام مثلا سمول برضو، ادي الام اهو. يبقى هجيب هنا اودي وزيرو وزيرو من الشمال، ادي المقابل ليه اهوت 1101. حرف الاي نفس الفكره بقى، عندنا هنا شغالين نفس الحكايه اهوت 0110، هنا المقابل بتاعها 100. امين. حرف الام بقى ونكمل وهكذا. يبقى تقدر ان انت ايه تعمل وتجمع اللي انت عاوز. طب انا عاوز امين مثلا او حرف الاي بالهكسا، مفيش مشكله، ادي حرف الاي اهوت. يبقى ادي هنا 6 وهنا قصادها 1، 6 1 ام ام،
حرف الام ادي 6، وهنا قصادها دي. طيب ام اي حرف الاي اهوت ادي 6، وقصاد الاي كام؟ 9. حرف الان، الان كلهم ينفي 6، ادي 6 اي، ادي امي. يبقى هنا الكمبيوتر لو هيجرى بالنظام السادس عشر كده، بس طبعا الكمبيوتر بيجرى بايه؟ بنظام الايه، الباينري او نظام الثنائي. يبقى ده الحروف بتاعه الايه اليس. يبقى اذا لما انت بس بتكتب حرف الايه انت بتتخيل ان هي بتظهر على الشاشه عندك ايه، لكن هو في الحقيقه بيبدا ان هو ياخد الايه ديت. احنا بنقول ان هو في مترجم او مفسر وبيعمل، لا هو المفروض ان جهاز الكمبيوتر بيفهمها ازاي؟ بيفهمها على صفر واحد. طب الصفر واحد دي اللي هو ازاي بقى شكله ازاي؟ العمليه عامل ازاي؟ عن طريق الايه؟ الجدول بتاع الاسك ده اللي هو بيبدا يفهمني انا اشتغلت ازاي. جهاز الكمبيوتر نفسه هو فهمني او فهم اسمي انا ازاي. تمام كده؟ يبقى ده الايه الستاندرد بتاعي او الجدول بتاع ايه اللي هو بتاع الايه الاسك. طيب ايه استخدامات جدول الاسك بقى؟ قال لي رقم واحد بيستخدمه الكمبيوتر، بيستخدمه عشان يمثل الايه الحروف والارقام في الذاكره. اثنين المبرمجين بيستخدموه في لغات زي البايثون والجافا سكريبت والنصوص. ثلاثه الاساس ترميز الايه النصوص اللي سواء في انظمه التشغيل اللينكس والويندوز كان بيساعد في عمليه تشفير البيانات اللي هو بيحول الايه الحروف والارقام الى رموز زي ما قلنا في التعريف الاولاني. طيب هنا ملحوظه مهمه، كل حرف بياخد 8 بت زي ما انت شفت لما كنا بنعمل في اي حرف من الحروف اللي احنا كنا بنشتغل عليها في الاسكي. كنا بنقول مثلا حرف زي مثلا الاتش كان بياخد ايه؟ 0 100 وبعدين 1000. طب عدوا لي كده، ادي 4 وادي 4 8. يبقى اذا كل حرف او رمز هياخد كام عندي؟ 8 بت اللي هي بتساوي ايه؟ 1 بايت. الجدول فيه 128 رمز اساسي اللي هو بيبدا من 0 ل 127. في نسخ موسعه فيها 256، وده علشان خاطر ان هو يشمل كل اللغات اللي هي اللغات الثانيه العربي والانجليزي والالماني والكلام ده كله. تمام كده؟ طيب ممكن طبعا ايه بنعرض الجدول ده عشان خاطر ان احنا نفهم اكتر. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تفعلش علينا بالاعجاب، اشتركوا معانا في القناه، اسعد زر الجرس، اتمنى كل جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.